الاجتماع هو يدخل في إطار تنظيم النوادي، يعني الكل يعلم بأن الآن أصبحت نوادي محترفة فوق الورق، ولكن من ناحية العملية ما كانش عمل تاع معظم الفرق، ما نقولش كلهم، ما كانش عمل محترف بأتم معنى الكلمة. وبالتالي اللقاء تاع اليوم أعتقد أنه مثمر كمحتوى لتنظيم الفرق المحترفة تاع المستقبل، يعني بداية من الموسم القادم. والشيء الجميل جدا أنه كاين خبراء في التسيير اللي كانوا حاضرين في لاكومبانيومون في ليكسبرتيز في لاسيرتيفيكاسيون اوسي دو تاع التنظيم الإداري، هذا اللي كيفو اكومباني لي زيكيب. هذه قائمة تاع خبراء جابتهم الاتحادية باش يساعدوا النوادي في تنظيم انفسهم. المشكل المالي هو في الموسم القادم كما تعلموا راح يكون 18 نادي فقط في الـ في الـ في الاحتراف، وحسب يعني واش تكلمنا راح تكون يعني مرافقة مادية للفرق، هذه الفرق اللي راح تكون محترفة حتى ان توجد الحلول الماليه لكل فريق، وفي نهايه المطاف يعني في نهايه المطاف اللي ما يقدرش يكون في الاحتراف، يعني موش مجبر باش يكون في الاحتراف اذا كان ما عندوش حلول ماديه، هو موش مجبر باش يكون في الاحتراف. بدينا بعقليه هوات والحمد لله، اليوم كاين خبراء، اليوم كاين ورانا في تطور، رانا في 2020 امور تطورت، ان شاء الله نتكيفوا مع القوانين هذه الاتحاديه واسمو، ان شاء الله احنا نرافقوهم كرؤساء فرق نرافقوهم. وبهذا الشيء كاع نقول انا اللي ديسيجن بوليتيك بور البروفيسيوناليزم باش ينجح.